الاخبار؟ ان شاء الله تكون بخير. زي ما انتم شايفين اليوم يوم ميلاد فطوم حبيبتي. طبعا احنا لبسنا اللبسات لانه متاخرين كثير، وبدنا نصور لكم على السريع عشان تشوفونا. اليوم رح يكون ان شاء الله يوم ميلاد فطوم، عازمين مشاهير كثير من الاردن، ورح نعمله بمكان كثير حلو. المكان والاكل لبساتنا كلياتها سبونسر، فاليوم رح نشارككم كل الاشياء اللي تقدمت لنا سبونسر كمان، عشان اذا كان عندكم مناسبات تستفيدوا منهم. ورح ننبسط كثير سوا ان شاء الله اليوم. الجزء الاول رح يكون على قناة فطوم مليون ميلاد، والجزء الثاني رح يكون على قناة. فلما تخلصوا عندي الجزء الاول تعالوا احضروا عندي الجزء الثاني. هاي الرابط تحت بس بدون ذوق الوصف رح تلاقوا. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب لقناتي زادات لقناتي فطوم دبابة، وضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها تحت بصندوق الوصف. هلا رح نورجيكم لبساتنا، وهذا انستغرامي صحيح ضيفوني عليه، هذا انستغرامي ضيفوني عليه. ويلا بسم الله نبدا يوم الميلاد. اهلا وسهلا فيكم حفلة فطوم. شو لبستي؟ ما شفت لبستي؟ ما بعرف اذا مبينه مع الاضواء الخرافيه، بس القاعه عن جد اشي خيال. الرسومات، شوفوا هون الاعداد كيف رح تكون، شوفوا هون سبحان الله. بحكي معلش بالعصا والله ما بعرف شو احكي. هلا رح تشوفوا فعاليات كل اشي بداخل الحفله ان شاء الله، رح تشوفوا المشاهير اللي رح يجوا كمان. طبعا يا جماعه هي فطوم جاي، انا عم بدي لها مفاجاه كيف بدي اصل. اوكي هي ما بتعرف باشي، هلا رح تتفاجئ. فهلا شوفوا معي شو بيصير فيها. لبيتي اس يا جماعه، فهلا هي انصدمت. واو عن جد بتعرفي بس خلاص يعني. اهلا وسهلا بشار جو، اجونا على اليوتيوب بس شرفتونا بشار جو. هذا شرف لنا. هلا كثير بنحفل مع بعض. انا اول مصري. بس لو في عندك هيك نظارة شمس تغطي. معنا كمان هدير. يهاو. وزوجها. يهاو مرحبا. اكيد بالطريقة الصينية اكيد. هلا قلبك كمان. شرفتونا حبيبي، اهلا وسهلا فيك. شو اخباركم؟ الحمد لله مبسوطة. انتم بتعرفوا مشاريع تيك توك؟ مشاريع تيك توك صح؟ تيك توك. ما شاء الله. ما شاء الله والله كثير مبسوطين فيكم. عن جد هلا العجقه والاشياء من مشاهير تيك توك معروف ما شاء الله عنه، بيقدم محتوى كثير بجنن. كيف حالكم؟ مشرف الي والله، منورين والله جميعا. يا محمد كثير عن جد ان شاء الله يا رب. عم بحكي وبضايق متحمسين كلنا. الله يسعدك. انا على فكره بس توقعت الازرق صراحه مشان العدل يعني. لا لا هي اصغر بس عشان لا انت توقعت الازرق. ازرق كمان شيء كل عام وانت بخير. أنا زادة. أنا زادة دكتور نبهاء. شرفتنا بوجودك. بس معانا اليوم بعثة صحة جنة. المكان هذا اللي جنن شايفينه كلياته هو من إبداعات ميشو، هذا المكان ميشو. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو كان يعني السبونسر للمكان. وأنا بحرك المفاتيح. من قد ما أنا متوترة. أهلا وسهلا ميشو، ورح يعمل لنا اليوم عروض سحر كثير حلوة. مين تحضري فايز؟ الحمد لله تمام، اهلا وسهلا. وين انت؟ يا جماعه في نص
نص اعتذر، والنص الثاني اجى وقعد بستنى، والنص الثالث بالطريق انا شو اعمل؟ ابلش ولا ما ابلش؟ لا وهلا من تركي هالكلمة طبعا الله يستر ايه قصدي اسمع والله مش عارف بدي احكي لكم بعد كنت تعبانين كثير جعانين كثير جعانين جعانين خلاص معناتها يا جماعة احنا لازم نقوم ناكل شو رايكم؟ Thank you.
انه جميع الكائنات حيت اقدر محبتك كانت الحيه والميته اعمل تحدي بدي لك لا ناصر من السين الشقيقة خايف على الحمامة منه صراحة اللي يعطيها وين يلا مشوي يلا بسكوا عليه مماسك بتوتي عمر بتوتي الحمامة عملت عليك أكبر طبعا يا جماعة هاي الجريمة مين عملها؟ دكتور نبهان دكتور نبهان هاي الجريمة من إعداد التصوير دكتور نبهان كان ماسك الكاسة وحد خبط فيه بمزح بمزح آه صح صح عادي عادي بتصير برقى لعائلات عشان هيك نمسك على طبعا يا جماعة هلا لازم تسمعوا هاي الأغنية المميزة دليل الصعيدي يا حبيبي يلا كان في شاب وبحبه فاطمة بس فاطمة ما تحبه هو فهو يشعر فاطمة تركته فهمت ايش الزيت؟ يلا 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 فهمت ايش؟ انا عم بستنى الترجمة توصلي اه نعم اه ايوه اوكي ليه؟ تخيل الطف عليك هذا حبايبي كان الفيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم انبسطتوا معنا بالحفلة ما تنسوا تشتركوا بقناتي وما تنسوا هلا تروحوا على قناة اختي فطوم وتحضروا الفيديو بحبكم كثير